مثل يقول ضلي راجل ولا ضلي حيطة. يا ساتر، ده كان المنطلق منه أنا حسب وجهة نظري، اللي هو الدعم المادي اللي يوفره الرجال للمرأة، فبالتالي مهما كانت عيوبه موجودة هي رح تظلها قابلة في الزواج. ولكن أنت هل تتفق معي أنه كلما زادت استقلالية المرأة عن الرجل هذا الشيء ممكن يخوفه أكثر في علاقته، يعني في علاقته الزوجية معها؟ في كثير رجال ما يحبون أنه زوجتهم تكون ماديا قوية ومنفردة بقراراتها، وهذا الشيء يخوفهم، يقول هذه بسرعة تتنازل عني، بسرعة تلاقي فرصة ثانية، بسرعة تبني بيت بروحها، تأخذ عيالها ومع السلامة. في مشكلة يواجهونها النسوان يوم يتطلقوا، أول ما تروح على بيت أهلها يقولوا لها نستقبلش بس استقبل عياله لا، وهذا شيء يخليها ترجع ترجع للزوج مرة ثانية. إيش رأيك؟ الموضوع بيختلف على حسب المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي بتاعت الناس يعني، ومستوى المادي بتاعه. بس أنا شوف